نعم، أوافق إن أتزوج واحدة أكبر مني في السن طالما في حب، إيه اللي يمنع؟ ما اسمحليش كرامتي إن أنا أتجوز واحدة أكبر مني، لأن أنا سنه صغير، فأتجوز واحدة أكبر مني ليه؟ لشخصي لا، مش ما أحبش كده. لازم أحس إن أنا مثلا في فرق ما بيني وما بينها في السن على الأقل 5 6 سنين عشان مستوى التفكير والحياة والدنيا والكلام ده كله. عادي جدا ممكن في واحدة تحبني بحكم ان انا بتعامل معاها او كجار ليها او كده، شافت مني خلق طيب، شافت مني حاجات كويسه في عملي، شافت مني التزام او انضباط، فبالتالي تعجب بيا وانا اوافق على الزواج منها ادام هي هتديني الحنان والحب والاحترام، فما فيش مشكله خالص. التوافق الفكري ما بين الطرفين مش هيكون متناسب يعني كده، فانا مش موافق ان انا اتجوز ست اكبر مني حتى لو كنت بحبها وكده. طالما احنا متفاهمين ده اهم حاجه بغض النظر عن السن، بس اهم حاجه برضو ان هو ما يبقاش بقى يعني 20 سنه و30 سنه، لا يبقى في حاجات مشتركه ما بيننا، يبقى في حياه ما بيننا، خلاص تمام ما عنديش مشكله عادي يعني. طبعا اوافق، ما فيش اي مشكله، ولو حصل بيني وبينها كونكشن وهي انسانه عندها المبادئ اللي انا ممكن احترمها او كده، ليه لا؟ طبعا عادي، ايه المشكله؟